استاذ خليفه حبيب. دكتور خليفه حبيب. الزمالك قبل ما نخش في اي حاجه ليها علاقه بالتحليل, وعايزك ان شاء الله في 3 دقائق, معاك 3 دقائق تقول لي ايه اللي حصل في الزمالك الموسم ده, والزمالك الموسم الجاي ازاي ما يكررش الموسم ده. اللي حصل سؤال عريض قوي, لا ده 3 دقائق بس, مديك 3 دقائق. الموسم ده كان من البدايه للنهايه, يعني دايما كان يتقال ايه مثلا, هي فسدت السمكة من رأسها. يعني هو من البداية الموضوع كان من بداية الموسم, التحضير للموسم نفسه كان سيء على جميع المستويات, سواء خلق سكواد الفريق, سواء الإعداد نفسه للفريق اللي تلاحمت فيه الموسم اللي فات بالموسم ده, لعب سوبر ليسيل, لعب الدور التمهيدي في بطولة أفريقيا, كل ده حرم الفريق بدنيا من ان هو يكون جاهز للموسم الجديد. وزود على ده ان الصفقات اللي جات ما كانتش على قدر ان هي تخش على الفريق نفسه, بتشيله وتعوض النواقص وتعوض الحاجات اللي وقعت من فريق الزمالك من الموسم اللي فات. وزود عليه بقى الجزء الثالث ان انت ما وفرتش حتى الظروف المثلى للفريق نفسه جوه بقى الاجواء نفسها ان انت تقدر تطلع باحسن نتائج ممكنه. ساعات انت بتبقاش افضل شيء, بس ساعات توفير الهدوء وتوفير نوعا ما من انضباط كامل للفريق ومستحقات متوفره وعداله بين اللاعبين بيخلي اللعيبه كل لاعب يقدر يطلع 100%. فالزمالك من البدايه ما وفرش كواليتي اللعيبه, رقم 2 ما كانش كل لاعب محطوط في الظروف اللي يقدر يطلع بيها 100% من ادائه, او في اوقات يعني الزمالك الموسم اللي فات وهو مش الموسم يعني الموسم اللي خد فيه الدوري هو موقوف من القيد, اللعيبه كانت بتطلع 110%. صح. كنت بتلاقي اللعيب دايما متاح كذا, لا دلوقتي حتى اللعيبه ما بيطلعش 100% بتاعته. فهي الموضوع كان متكامل. زود عليها بقى ان انت جبت مشيت فريرا ورجعته, وقعدت فتره بين مشيان ورجعته. يعني هو في قرار واحد دايما لازم يتاخد, انت مقتنع بالمدرب يكمل الاخر, مش مقتنع بيه وشايف ان الاداء معاه وصل لمرحله لا عوده, يبقى يمشي في لحظتها وتجيب المدرب اللي بعده على طول. يعني بمعنى تاني لو كان الزمالك مبكرا ما بعد لقاء قمه الدور الاول اللي هي ضد الاهلي وانتهت 3-0 وخلاص بقى في علامات استفهام عن اداره فيريرا للفريق, خلاص انت استقريت انه يرحل, كان يرحل تاني يوم ويجي مثلا اسوريو, ما كانش يضيع الوقت في التجارب دي وكان يشتغل, كان دي هي, او تعلن ان فيريرا مكمل لنهايه الموسم, كان هو احد الطريقين ما فيش. انما فكره مدرب يجي ويمشي وتجيب اجهزه مؤقته, كل ده كان نتيجه. فاللي الزمالك وصل له حاليا اللي هو ان في المنظومة كلها من بدايتها لنهايتها كانت على حقل ألغام زي ما احنا بنقول دايما, وما كانتش فيه ظروف الميسرة ان حتى الناس اللي شغالين جوه حقل الألغام يشتغلوا. طيب في افضل سريعا, الموسم اللي جاي المفروض يحصل ايه؟ المفروض اول حاجة الزمالك محتاج يعلي كواليتي اللعيبة اللي عنده, يعني لازم الكواليتي يعلى. رقم 2 لازم تحدد نفسك, انت مقتنع بأسوريو 100%, يبقى مكمل وهتعلي الكواليتي بناء على طريقه لعب الراجل, يبقى محتاج 1 2 3 4 تجيبهم له, ولازم تكون اضافات, لازم الكواليتي نفسه يعلى. لو هتعمل صفقات مش مهم العدد قد ما مهم في كل خط يكون في لاعب تقيل يضيف لزمايله اللي في الخط ده. الزمالك فيه جنه متوسطين, مجموعه كتيره من المتوسطين. حلوه دي, جنه متوسطين. كل متوسط يبقى فيه قائد يشيل الجماعه المتوسطين اللي حواليه في عدد. على فكره يعني فكره الزمالك مش سكواد ناقص كعدد. صح. لا, في كل المراكز فيه لعيبه, ولكن دايما فيه لازم قائد في كل خط. يعني الزمالك عنده مشاكل في الخروج بالكوره وبتتاخد منه الكوره مثلا في الخط الخلفي مع اول ضغط, ديانج كان بيضغط خطوتين ياخد الكوره, فمحتاج مدافع يكون عنده قياده لخط الظهر وبيجيد الخروج بالكوره. خط الوسط كان مستباح, محتاج قائد في خط الوسط. التلت الاخير عنده زيزو فقط, محتاج لاعب كمان معاه يكون عنده باكج كده من الاهداف. ده اللي في رايي.